عنف في باكستان وتهديد كوري وحلول سياسية في إيطاليا. في باكستان استهدفت عملية انتحارية موكب مسؤول كبير في القوات الخاصة الأفغانية موقعة 10 قتلى على الأقل وزهاء 30 جريحا في بيشاور كبرى مدن شمال غرب البلاد عند الحدود الأفغانية. وأكد مصدر أمني أن المسؤول الأفغاني أصيب بخدوش بسيطة ونقل إلى مستشفى عسكري. أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون قواته بالاستعداد لتوجيه ضربات صاروخية إلى الأراضي الأمريكية والقواعد الأمريكية في المحيط الهادئ ردا على طلعات تدريبية تقوم بها قاذفات B2 الأمريكية في منطقة يسودها توتر شديد. وأصدر الزعيم الكوري الشمالي أمره هذا خلال اجتماع طارئ عقده ليلا مع كبار قادة الجيش. أصر رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني على أن تشكيل ائتلاف كبير بين تحالفه المحافظ ويسار الوسط هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الجمود السياسي ناجمة عن انتخابات غير حاسمة في البلاد. ويسيطر يسار الوسط الذي فاز بالسباق بفارق بسيط على أحد مجلسي البرلمان فقط.